سامر رحمة الله عليه إجا لزوجته في الحلم وبلغها إنه أنا رح أجيب المجموع هذا. المجموع اللي انت فالحمد جبتيه لله بالضبط، المجموع نفسه. بالضبط كتب لها على ورقة 95، قالت له الأعشار شاور لها بإيده 3، يا الله، فأنا جبت 95 و3 فعلا، يعني زي ما حكى أسامة. هذا يومهم، يوم الطالب الذي جد واجتهد وتفوق وأبدع. سارة جمال محمد سعيد الزبدة، ابنة الشهيد الدكتور العالم جمال الزبدة، أخت الشهيد المهندس أسامة الزبدة. حصلت على معدل 95.3 في الفرع العلمي. لما وصلت نتيجتي كانت يعني مشاعري ملخبطة، كانت في فرحة بس بنفس الوقت كان في هيك في ألم، في حسرة إنه بابا وأخويا مش معي بهاي اللحظة الحلوة. ولكن الحمد لله، أكيد سامعيننا وشايفيننا وسامعين أخبارنا، وإن شاء الله أكون فرحتهم وقدرت أرفع راسهم إن شاء الله. طيب أنت رسالتك لإلهم اليوم، يعني شو بتحكي لهم في هذه اللحظات؟ الحمد لله، يعني بابا الله يرحمه كان حريص جدا على تعليمنا، يعني منذ الصغر في أحسن المدارس، ما وكان دائما حريص جدا على أنه يعلمنا الطريق والنهج الصح في التعليم. رسالتي له انه الحمد لله، يعني تربايتك لنا وجهدك علينا ما ضاع يعني هباء منثور. الحمد لله رفعت راسك ورفعت راس اسامه، وتعبكم علي ما راح على الفاضي. انا حاولت رغم فراقكم ورغم بعدكم ورغم صعوبه الحياه من دونكم، انا حاولت اني اجتهد واجد اوصل لهذه الطريقه. بتمنى تكونوا فخورين فيا في محلكم ان شاء الله يا رب تكونوا في الجنه. الحمد لله، يعني انا بحب انوه انه اسامه الحمد لله، يعني هذا يعني من فضل الله وكراماته، انه اسامه انه كما يقال يعني انه اخبار الاحياء تصل للاموات فعلا. فاسامه رحمه الله عليه في صباح اليوم او الليله يعني اجى لزوجته في الحلم وبلغها انه انا رح اجيب المجموع هذا. المجموع اللي انت جبتيه بالضبط، المجموع نفسه بالضبط كتب لها على ورقة 95، قالت له الأعشار شاور لها بإيده 3، يا الله. فأنا جبت 95 و3 فعلا، يعني زي ما حكى أسامة، وهذا دلالة على إنهم يعني الحمد لله، وكان مبسوط يعني إنهم سعيدين وفخورين فيا الحمد لله. يعني أنا أديت هذه الرسالة والحمد لله قدرت إن أوصل لهم المشاعر اللي أنا كان نفسي أوصلهم إياها، إنهم فخورين فيا الحمد لله. يعني أنت عرفتي نتيجتك من قبل ما تطلع إعلاميا؟ إحنا طبعا كانت زوجتي يعني تحفظت فيها، طبعا تحفظت فيها لحد ما خافت يعني إنه يعني تطلع اقل او اكثر يعني. فقالت يعني تحفظت فيها عني، خبتها عني انا. حكتها لمين؟ حكتها لمين غيرك؟ ما بعرف والله لمين حكتها. بس هي حكت لي اسامه اجى الصبح وكتب لي معدلك على ورقه. لكن انا ما بقدر احكي بلاش يطلع غلط او يعني شيء فوق المتوقع او تحت المتوقع. ففعلا لحظة إعلان النتيجة فصارت يعني هيك تصرخ، يعني المعدل اللي كتب لي يا أسامة، المعدل اللي كتب لي يا أسامة. يا سلام. والحمد لله، يعني فعلا هي اللي كتب على ورقة 95 وبإيده شاور عمل رقم 3 يعني. وهذا يعني مش الحدث الأول اللي يحدث معنا إنه أسامة يجي يعني يحكي لنا مثلا إنه أنا شفت أو أنا عرفت إنكم عملتوا كذا كذا يعني من قبل يعني. يعني في أحداث أخرى بيجي وبيخبر وبيحكي. صحيح. في بنته الصغيرة يعني عندما حفظت جزئين من القرآن في الصيف هذا، إذا في الحلم وحكى لها أنا يا بابا عرفت إنك حفظت جزئين، وأنا عارف إنه بكرة رح تسمعي آخر صفحة في الجزئين، وعارف إنك بكرة رح تخلصي تحفيظك، وأنا هين حطيت لك هدية مع ماما خديها منها. ما شاء الله. وفعلا كان هو يوم الخميس يعني اخر يوم في التحفيظ واخر يوم في انها تسمع الجزئين يعني، وفعلا امها كانت مخبيه لها هديه يعني اعطتها اياها، قالت لها هذه من بابا. بل احياء عند ربهم يرزقون. صحيح صحيح. سبحان الله. اخويا اسامه الله يرحمه هو الدعم الاول الي، كان ما شاء الله عبقري بالرياضيات والفيزياء، بالذات ايام امتحانات الرياضيات والفيزياء كنت منهارة جدا، يعني انه هو كان اي سؤال كنت اتصعب منه يعني يحل لي اياه على طول، فان كان اي سؤال صعب يواجهني احس حالي ضعيفه مش قادره ادرس مش قادره اكمل، لكن الحمد لله
إيش ما كانت التحديات والمصاعب اللي حتواجهوها في حياتكم، كونوا قد الظروف هاي اللي حتمروا فيها عشان تقدروا تفرحوا أهليكم طبعاً، وتدخل تدخلوا الفرحة قلوب أهليكم. إذاعة صوت القدس، صوت حر لشعب حر.